مرحبا باسم منتدى الاشتراك وهيئته الاداريه وباسمكم بالزميل الدكتور جورج الطار استاذ الفلسفه في جامعه الاردنيه وصاحب العديد من المؤلفات منها حديقه الراهب عالية تمام الحقيقة عودة الأنسنة للفلسفة والأدب والسياسة بهاء الأنثى أفاق فلسفية وجديده المقدس والسؤال الفلسفي. والدكتور هو عضو في عدة هيئات ومؤسسات ثقافية أردنية، فهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين والجمعية الفلسفية الأردنية. الحقيقة أن تقديم موضوع لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية ليس بالأمر الهين، فتطلب مني الإعداد لتقديم هذه الندوة بحثا مطولا بالموضوع، فأنا لم أكن أعلم أو أعرف منه سوى اسمه، وللأسف على الرغم من أهمية الموضوع لم يتوفر لي سوى مصادر معدودة باللغة العربية هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول بعنوان لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية نشأته وتطوره للأب ويليام سيدهم يسوعي، وهو كاتب مصري، وقد قدم له الدكتور نيال حنا اليساري المصري المشهور عضو حزب التجمع. كذلك كتاب لاهوت التحرير لمؤلفه غسان قدسية، وكتاب أخير بعنوان المارسية والدين من لاهوت التحرير المسيحي إلى لاهوت التحرير الإسلامي، ومؤلفه هو حسن الصعيد من المغرب العربي، ويبدو أن الصعيد ويبدو أن مؤلف الكتاب هو عضو في منظمة مارسية مغربية اشتهرت في مرحلة في يعني حقبة زمنية هي منظمة إلى الأمام، وجاء هذا الكتاب في إطار ممكن تسميته يعني لقد لتجربة الحركة إلى الأمام في السجون المغربية. وكان موضوع لسه الكتاب حول موضوع العلاقة ما بين المارسية والدين وأثر ذلك على في البولي على البولي الثاني. وكيا لابوس كاثوليك ولد في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين في أمريكا الجنوبية المسمى اللاتينية. اختلط في هذا التيار تيار الروح المسيحي الفكر المسيحي مع الفكر المارسي لينتج لأول مرة مدرسة لاهوتية انحازت إلى ضمن الفكرة والعلوميين المدرسة لأنتجها انحازت إلى ضمن الفكرة والعلوميين ليس عليها للتحرر من ظلم الدكتاتورية المحلية والدكتاتورية الإمبريالية. وضعيا نشأ في واقع مريض، واقع مر صعب، عاشت شهور جنوب أمريكا برمتها في نهاية القرن التاسع عشر والعشرين، والذي شهد حقا مولد حركة الحرب الوطنية للاستعمار الأجنبي جعل أهل أمريكا الجنوبية ينخرطون هم أيضا في هذه الحركات، وجاءت إحدى هذه الحركات هي حتى وبالتحرير من وحي إيمانهم ودينهم. إذا في حركات تحرر كبيرة، بعض المسيحيين تحرك في أمريكا الجنوبية لتخدم مسيحية هذه الحركة. عملية النهب والفساد وظلم الأمر السياسي التي مارست الإمبريالية الأمريكية على شعوب أمريكا الجنوبية. كانت جمهورية موز والشركة الأمريكية كم نهبة أمريكا الجنوبية، كما أنها تعاونت مع الدكتاتوريين المحليين لنهب شعوبها والنخب العسكرية التي تعاونت مع الإمبريالية الأمريكية. كان حتى صار في تشيلي كان في رئيس منتخب هندي زاح تجار الدكتور، ومن ثم تعاونت هاي الفريقين مع هذا الدكتوريين. انتشار فكر ماركس والمسيرة في أمريكا الجنوبية الذي أدى أولا إلى صراع مع الفكر المسيحي الموجود، أصحاب فكر المسيحي تجاههم الفكر ماركس أولا بدأ في الصراع، ثم أدى إلى تصالح وتلاقح ما بين الفكر المسيحي والفكر الشيوعي. ولهذا لأول مرة يتم في أمريكا الجنوبية. طبعا واحد من أسباب نجاح اللاهوت نتائج الحرب الإسبانية. أمريكا الجنوبية لساتها تعتبر إسبانيا الدولة الأم أو الوطن الأم. فنجاح
حرب الأمريكية الإسبانية ونظام ترامب وحلفاء اليمينيين أدى إلى ازدهار الحركة الأممية في أمريكا الجنوبية. هناك سبب ثاني وهو خسارة الكنيسة التركية للطبقة الفقيرة والحركة العمالية في أوروبا. لما حاول نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين الكنيسة حاولت تلحق الطبقة العمالية، الطبقة العمالية خسرتها. لماذا خسرتها؟ لصالح اليسار ولصالح الحركة الشيوعية، لأنه ما اهتم. فأمريكا الجنوبية لما شافوا الأساقفة والفقراء هم أو أغلب أبناء الكنيسة عم بروح نحو هاي الحركات الجديدة، حاول يكسبوا بهذه الطريقة بنزف هذا اللاهوت أو المسيح بالفكر الماركسي. كما أنه في هناك شعور بالغبن حتى لدى الأساقفة الذين أكثر هم من أصل أبيض أو من أصل إسبانيولي، لأنهم هم بشروا أمريكا الجنوبية في بعض المرات بالغول ومحوا حضارات التي كانت في بلدان أمريكا الجنوبية. فلسه في وجع عميق داخلي لدى هذول الأساقفة يمثلوا الطبقة الأوروبية الحاكمة أو بقايا الأوروبيين أو الإسبان الغزاة اللي غزوا أمريكا الجنوبية مقابل البنود الأسكان أمريكا الجنوبية الكبرى والمعسكرين. الواحد يكون عارف نظريات شوي لاهوتية مسيحية يشوف مدى التطور اللي سوى له التحرير على هذه النظرية. بالنسبة للمسيحيين المسيح مخلص ومسيحية، فبالنسبة لهم التحرير ليس المسيح مخلصا من الخطيئة بل محرر عليها من كل أنواع الظلم والاستعباد للأفراد والشعوب. تكون البعد الجماعي لهذه الحركة بطل خمسة من خطيئة سرق إلى التفاح أو الرجال خلص المسيح، صار محرر مخلص محرر للأفراد والشعوب. الخطيئة ليست هي فقط خطيئة فردية، إنما هناك خطيئة مؤسسية أيضا. شو الخطيئة المؤسسية؟ عندما تستغل السلطات والحكومات الفقراء والمساكين فإنها ترتكب خطيئة مؤسسية. يعني الدولة صاحب الخطيئة، لما تفرض قوانين جائرة على الناس وهذا بتصير صاحب الخطيئة وليس الفرد فقط. تكلم الله بالنسبة لهم من خلال الكتاب المقدس وترك الفقراء شعبا لهم. لذلك بالنسبة له التحرير المسيح منحاز انحياز مطلق للفقراء. قدموا مفهوم جديد للاهوت وقول يجب انشاء كنيسة الشعب مقابل كنيسة المؤسسة. المؤسسة يعني كنيسة الكيروس، يجب ان تكون الكنيسة من المعمدين الذين هم عمال الكنيسة وليس الكيروس وليس رجال الدين. الشعوب هي عمال الكنيسة وليس فقط نخبة رجال الدين اللي بيساووا. فإذا كنيسة الشعب مقابل كنيسة المؤسسة، على الفقراء أن ينظموا ويتعاونوا ليتخلصوا من الفقر والظلم. لذلك أنشئت هذه الجماعات، الجماعات الأساس ليقوم الفقراء بدورة لا عرفية. انتبهوا كلمة لا عرفية، أنا يعني بالسياق مع المسيحي، ويكونوا أصحاب اللاهوت التحرير بكثف نظريات أخرى جديدة في اللاهوت. خلينا نروح على العمل على البراكس، اي واللاهوت بحد ذاته وديناميكيه فعاله تنطوي على رؤيه معرفيه وتاريخيه واجتماعيه. من لاهوت التحرير طلع شيء اسمه كوميدادس ليبال اللي هي مجموعات او جماعات الاساس ليبال القاعده الاساس. هاي المجموعات شو صار فيه؟ تقريبا مثل التنظيم الشيوعي تكونت خلايا الى وحي من هذا التيار. مجموعات مسيحيه محليه علمانيه، علمانيه ما اقول علمانيه ليست اكليريكيه، ليست الاخوات الاكليريكيين اللي غدوها الناس غدوها، تتراوح اعدادها بين 10 و 30 شخص. عادة نعيش مجتمع مرة في الأسبوع، تدرس الكتاب المقدس وتعمل لتلبية حاجات أبناء الكنيسة خصوصا في قرى أمريكا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي، الفقراء من طعام و
بنية تحتية، صرف صحي، كهرباء. انتشرت هذه الجامعات في أمريكا الجنوبية وساوت ديفرنس أو اختلاف نقل نوعية لحياة الكرات الأرضية الجنوبية، استقطاع المقيدة المهدمة اللي ما فيها مدرسة اللي ما فيها شيء. هاي الجامعات كانت تروح لها القرية وتتعاون مع بعض تبني البنية التحتية الأول، مجاري، توصيل المي، توصيل الكهرباء، ومن ثم تعتني. رد الكنيسة الكاثوليكية الرسمية كانت العادية كالعادة قامعة ومنحطة، وقد ضربت هذه الحركة في عهد مهدي في رد أمريكا. أمريكا بالخجلية الأمريكية كان أكثر إحساس، شو سووا؟ بعثوا مئات وآلاف البعثات التبشيرية البروتستانتية إلى داخل أمريكا الجنوبية اللاتينية، وأكثر الجماعات كانت ممولة بشكل هائل من أمريكا، وأكثرهم قصوى وأكثرهم حقارة بشمولية، وهي حركة صهيونية إلى حد ما، ودفعت لهم ملايين الدولارات ليغزوا الأمريكيين الجنوبيين في عقر ديارهم، ومحاولة تفكيك أي معارضة لأي نهج أو إبادة أي نهج جديد في هذا البلد. بقيت جذور هذه الحركة المناضلة متأصلة في الأمريكا الجنوبية من حد الآن في بعض هذه الخلايا وبعض الأسر وبعض الكامل يكافحون من أجل إعادة الأمريكا الجنوبية. السؤال إنه هل يمكن نقل هذه الجملة إلى الديار الإسلامية إلى الإسلام ذاته؟ هل هناك محاولة أن يكون هناك له تحريف داخل الديانة الإسلامية أو الجمهور الإسلامي؟ هاي نقطة مهمة جدا. هل المحاولات اللي صارت من حزب حنفي لنادى الإسلام يسار الديانة الإسلامية هي محاولة تتقارب أو تتقاطع على التحرير؟ هل محاولة طيب تزيين الدولة من التراث إلى الثورة هي ممكن أن تتقارب وتتقاطع مع هاي الأفكار اللاهوتية؟